هكذا بدت شوارع وساحات مدينة النبطي اليوم. مدينة الإمام الحسين عليه السلام كانت على موعد مع تجديد البيعة والوفاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ولحفيده الإمام القائد السيد موسى الصدر بمسيرة عاشورية حاشدة غصت بها شوارع المدينة. لبيك يا زينب، لبيك يا عباس. المسيرة العاشورية التي نظمتها حركة أمل أقليم الجنوب تحت شعار وما بدلنا، شاركت فيها الفرق الكشفية التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية وجمعية مرشدات الرسالة وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي. كما شاركت في المسيرة الحاشدة الفرق الرمزية وحملت الأعلام والرايات والمجسمات العاشورائية وحملت القرآن الكريم رفضاً للإساءة إليه. الحضور النسائي كان لافتاً في المسيرة الحاشدة، إضافة إلى عوائل الشهداء اللواتي حملن صور أبنائهن الذين ساروا على خطى ونهج سيد الشهداء وإمامهم السيد موسى الصدر وطبقوا وصية شهيد أمل كونوا مؤمنين حسينيين. للموت كربلاء شايلها بعيوني، وبينما وصلت طلائع المسيرة إلى نقطة الوصول في باحة النادي الحسيني كانت لا تزال الفرق الرمزية والخلايا والشعب والمناطق الحركية في نقطة الانطلاق في شارع مرج عيون. المسيرة الحاشدة شارك فيها نواب وشخصيات وفعاليات سياسية وحزبية وروحية وأمنية وعسكرية وبلدية واختيارية واجتماعية وتربوية، قيادات من حركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية وحشود شعبية من المدينة والقرى المجاورة. جميعا بصوت واحد، نحن أبناء الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر. وفي ختام المسيرة قدمت عناصر كشافة الرسالة الإسلامية نشيد خاص من وحي المناسبة. كلمة حركة أمل ألقاها عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان أكد فيها على الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمات. نؤكد على وحدة لبنان، ونؤكد أيضا على عملية النهوض الوطني وانتشال هذا البلد مما يعانيه من أزمات. ولذلك قلنا بأن عملية الحوار هي الرافعة الحقيقية للولوج في عملية النهوض الوطني، ولكن عندما يصبح دعوة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بري إلى الحوار يصبح اتهام لنا، فإننا نقول هناك من يعمل على تدمير الممنهج لهذا البلد وتقويض مؤسساته بدءا من تقويض مؤسسة رئاسة الجمهورية. نعم، يتفقون على إفشال مؤسسات هذا البلد. ما هو السر في تقاطعهم عندما يصر البعض على عدم الاشتراك في جلسات المجلس النيابي ويعملون على تفشيل جلسات المجلس النيابي، فيما يأتي آخرون ليفشلوا الجلسات الحكومة اللبنانية؟ كل على طريقته يريد تقويض هذه المؤسسات وتدمير هذه المؤسسات التدمير الممنهج. لذلك نحن نقول هذا البلد الذي بني على الحوار، هذا البلد الذي فيه صيغة وفيه ميثاق وفيه دستور، لا يمكن أن يقوم إلا بمنطق الحوار. حمدان أكد أن لبنان سيبقى بلد التعايش، مؤكداً وقوف حركة أمل إلى جانب الفئات العمالية.